الو يا اسطى فريد، العربيه عطلت مني وهتاخر على الانترفيو بتاعي. طب بقول لك ايه، ركز بس عشان الموبايل هيفصل شحن مني. ماشي. بص، فجاه لقيتها كركرت ولقيت صفاره صفرت، خفت يكون عيب في الموتور او حتى قطع في السيور، ممكن تبقى البطاريه عشان كده مش راضيه تدور. اخر صيانه عملتها فلاتر غيرتها، وكمان غيرت الزيوت، زيت فرامل زيت فتيس، ده حتى ظبطت الجنوط وعجلها عملت له ترصيص، كشفت على الطنابير وكمان ظبطت الكربراتير، وبالنسبه للغيارات اتظبطت بالمارشدير، غيرت تيل الفرامل، التاكل وعمل لي مشاكل ما خليتش فيها غلطه هتشل وهيجي لي غلطه. مين معايا؟ ماما. هو ده وقت لخبطه يا جدعان؟ الو الو. من غير استعجال، مع بطارية 5000 ملي أمبير عيش الحرية ماكس.